اهلا بيكم كل مشاهدي اليوم السابع. طبعا بنعتذر عن قطاع البث دلوقتي. احنا انا ماشي دلوقتي ورا العربيه بتاعه الاعلامي عمرو اديب بعد التحطم الجزء الامامي بالكامل. العربيه هيتم نقلها لاسم تاني الشيخ زايد. او تحديدا ما اعرفش بالظبط هتبقى فين. زي ما حضراتكم شايفين العربية اهي. الأستاذ عمرو أديب دلوقتي في المستشفى وإن شاء الله نطمن عليه جميعا. حالة مستقرة، بيعمل شوية فحوصات للإطمئنان إن شاء الله. زي ما حضرتك شايفين العربية اهي. احنا كمان بنتحرك بحيث نروح للمستشفى. عربية متحطمة تماما من الامام. إن شاء الله نطمن عليه كلنا. هنحاول نتحرك على المستشفى بشكل أسرع بحيث نطمن من هناك. زي ما حضرتك شايفين العربية برضو متحركين بيها، قوات الأمن طبعا قدام العربية. هنسيب العربية ونتحرك على المستشفى. كلنا نطمن عليه.